السلام عليكم أعزائي الطلاب، اليوم راح نحكي عن وحدة جديدة وكثير حلوة وسهلة وبسيطة، هي الهيماتولوجيكال ديسور، تتعلق بأمراض الدم. بداية بدنا نحكي شوي عن الفسيولوجيا والمكونات وفوائد ووظائف الدم في جسم الإنسان. هلا كلنا بنعرف انه الدم هو عباره عن الريد فلويد، وبيحتوي داخله على مجموعه من السيلز المهمه جدا. لو مسكنا عينه دم وحطيناها في تيوب مختبر، اي تيوب تبع الكيمستري مثلا، اتركه فتره بتلاقيه زي كانه محطوط في جهاز السنترفيوج اللي هو زي جهاز الطرد المركزي، انه بتصير زي كانه بلازما فوق اللي هو اللون الاصفر هذا الفاتح، وتحت بتصير في عندنا مجموعة الخلايا تتخثر وتنزل للأسفل لتحت. فهاي لو عم نطلعتوا عليها بتبيننا شو هي مكونات الدم. فإذا بتلاحظوا على التيوب تقريبا النص بالنص تقريبا، يعني بيكون البلازما عن الخلايا. فالخلايا عادة بتشكل ما بين 40 ل 45%، و55% تقريبا نسبة البلازما كحجم دم موجود في الجسم. طبعا هو في شوية اختلاف بين الذكر والأنثى، عادة ما بين 5 ل 6 لتر، كأفرج 5.5 و10% من وزن الجسم. نيجي لوظائف الدم. أول وظيفة وأهم وظيفة اللي هي عملية الترانسبورتيشن، عملية نقل الغازات المهمة اللي هي نقل الأكسجين للخلايا وطرد ثاني أكسيد الكربون خارج الجسم. بالإضافة طبعا كلنا بنعرف الدم كمان بنقل المواد الغذائية النيوتريانت، وبتخلص كمان من الويست برودكت. عندها على كمان بنقول لنا الهرمونات والانزيمات والمواد المساعده، و يعني ومعظم عمليات الانفلاميشن اللي بتصير اللي بتنقل الخلايا هاي كلها بتنتقل عن طريق الدم. الوظيفه الثانيه اللي هي الريجوليشن، عمليه التنظيم. طبعا التنظيم بيصير لشغلتين مهمات، الاول شيء للفلويد والالكترولايت، وكمان الدم مسؤول عن عمليه تنظيم الاسيد بيس بالانس اللي هو البي اتش في الجسم. بالوظيفة الثالثة اللي هي عملية البروتكشن. هلأ الدم كيف بيحمي جسم الإنسان؟ أول شيء إنه عنا كرات الدم البيضاء مسؤولة عن عمليات الدفاع ضد الفيروسات والبكتيريا. في عنا الصفائح مسؤولة عن عملية الكواجوليشن هي والريد بلاد سيلز. فهذول الكواجوليشن مع الفايتنج انفكشن واحدة من أهم الأساليب اللي الجسم بدافع فيها عن نفسه العالم الخارجي. هلا لو جينا مكونات الدم، طبعا الدم من وين بيتكون؟ منين بيجي؟ من البون مارو. هلا في عنا إشي اسمه الخلايا الجذعيه، اكيد سمعتوا فيها، بالانجليزي اسمها الستيم سيلز. هاي الستيم سيلز بتطلع من النخاع العظم من البون مارو على شكل نوعين من الخلايا، مايلويد ستيم سيلز، وفي عنا الليمفويد ستيم سيل. هلا كل واحده منهم بعدين بس تكبر بتصير ماتشور وبتنتج لنا خلايا كامله مسؤوله عن عده وظائف الجسم. فعنا الميلويد سيلز، وهي كتير مهمة ينتبهوا لها، الميلويد سيلز بس تكبر وتصير ماتشور بتعطينا إريثروسايت، والإريثروسايت بتعطينا الريد بلاد سيلز. في عنا اللوكوسايت اللي هي الخلايا البيضة واللي هي بتعطينا الوايت بلاد سيلز، والثرومبوسايت اللي هي بتعطينا البليتلت. فثرومبوسايت، لوكوسايت، إريثروسايت هي الأسماء اللاتينية للكرات الدم البيضة والحمراء والصفائح. في حين الليمفويد ستيم سيل بس تكبر وتصير ماتشور بتعطينا التي ليمفوسايت والبي ليمفوسايت اللي هم مين اللي مسؤولين اكثر عن الفيرال انفكشنز. لو جينا نبلش نحكي عن هدول الخلايا، بداية نحكي عن خلايا الدم الحمراء الريد بلاد سيلز اللي حكينا اسمها بيطلع من البون مارو على شكل إريثروسايت. طبعا كلنا بنعرف ان الريد بلاد سيلز اهم مكون موجود فيها هو الهيموغلوبين، لانه هو اللي بنقل لنا الاكسجين. هلا الهيموغلوبين في عنا عمليتين مهمات في الريد بلاد سيلز، في عنا شيء اسمه ريتروبيسيس، في عنا شيء اسمه هيموليسيس. الريتروبيسيس اللي هي عمليه البرودكشن للريد بلاد سيلز، يعني عمليه انتاج خلايا الدم الحمراء بنسميها ريتروبيسيس اللي هي في البون مارو. وعاده اللي بحفز البون مارو اكثر حتى تفرز عنا ريد بلاد سيلز في الجسم شغلتين، الهايبوكسيا نقص الاكسجين عشان يطلع ريد بلاد سيلز اكثر وبالتالي يحمل اكسجين اكثر، والشغله الثانيه اللي بتحفز على انتاج الريد بلاد سيلز هو الاريثروبايوتين، هذا هرمون يفرز من الكيدنيز.
فإذا الإريثروبيتين والهايبوكسيا هم هذول العاملين بيأدوا إلى الإريثروبيسيس، يعني إنتاج الريد بلاد سيلز. هلا الهيموليسيس قلنا هو الديستركشن اوف الريد بلاد سيلز. هلا وين المشكله في الديستركشن في الريد بلاد سيلز؟ انه نتيجه التدمير او تحطيم كريات الدم الحمراء بنتج عنا مادة البيليروبين، وهي مادة سامة كلنا بنعرفها. عشان هيك من أعراض الناس اللي بيكون عندهم نوع من أنواع الأنيميا هو الهيموليتيك أنيميا، بصير عندهم جوينتس وبصير عندهم بروريتس حكة نتيجة ارتفاع نسبة البيليروبين في جسمهم. عادة اللايف سبان يعني عمر خلية الدم الحمراء هو 100 يوم. طبعا في حالات الأنيميا بيقل اللايف سبان لإلها. هلا بالنسبه للوايت بلاد سيلز او زي ما حكينا اللوكوسايت، في عندنا اللوكوسايت او الوايت بلاد سيلز 5 انواع: بيزوفيل وايزينوفيل ونيوتروفيل ومونوسايت وليمفوسايت. كل واحدة فيهم مسؤولة عن وظيفة معينة وترتفع عند امر معين لبس يصير للجسم. اذا انتبهتوا نزلت لكم الصايمن موجود فيه سؤال انه كل نوع من هاي الخلايا الدم البيضاء متى ترتفع، بمعنى اخر امتى الجسم بحاجه لها عند لما يصير عندنا انفيجن من البكتيريا او الفيروسات. هلا بالنسبه للاسسمنت طبعا في عندنا سبجكتيف داتا واوبجكتيف داتا كالعاده. هلا رح اذا انتبهتوا لشغله خاصه لقراء هذه المحاضره من قبل، انه في الانيميا السبجكتيف داتا والاوبجكتيف داتا تتضمن كل السيستم الموجوده في الجسم حتى اعرف وين الابنورماليتيز او الكومبليكيشنز اللي صارت من وراء الانيميا. علما انه احنا كتير في المستشفى مستخف موضوع الانيميا ونعتبرها انه شيء ثانوي او شيء يعني مش مهم كتير، ولكنه العكس تماما. اذا طلعتوا كل الفانكشنال هيلث باترن المعروفه كلها بتتاثر وبتقدر تحط نيرسينج دايجنوس على كلهم بسبب مريض الانيميا. لاحظوا مثلا في الاوبجكتيف داتا على اي سيستم بدنا اركز؟ كله، يعني السكن فيه بصير فيه ابنورماليتيز، الايز بصير فيهم ابنورماليتيز، الماوث، الليمف نودز، الكاردياك، الابدومين، النيرفس سيستم، المسكول سكيليتال، كل السيستم في الجسم تتاثر بالانيميا. اهم الفحوصات اللي عاده بنعملها لمرضى اللي بيكون عندهم مشاكل في البلد ديس اوردر، وهذا السلايد حطه عنده كتير مهم. اول شيء طبعا السي بي سي اكيد مر عليك، والكمبليت بلد كاونت اللي هو بطلع لك الاتش بي بالسي في ريد بلد سيلز البليتليت الوايت بلد سيلز والديفرنشال تاعون الوايت بلد سيلز اللي هلا حكينا عنهم. لكن السي بي سي لحاله اتس نوت اناف، في عنا اشياء تانية، في عنا ايش اسمه بريفرال بلد سمير، وفي عنا طبعا البريفرال بلد سمير هو بهمنا في حالات اللي بدنا نعرف شكل وحجم الخلايا الدم الحمراء ان ذا نورمال ولا لا، لونها طبيعي ولا مش طبيعي. بالاضافه كمان في عندنا البون مارو اسبيريشن اند بايوبسي، هذا لو انه كنتوا بتداوموا عملي كان حضرتوه في البشير، في عندنا غرفه خاصه في البشير في قسم الهيماتولوجي بدخلوا المريض عليها، وهلا رح نشوف كيف بتتم او شو التحضيرات لازم نعملها لمريض البون مارو اسبيريشن. واخر نقطه اضفت لكم اياها في هذا السلايد لانها مهمه البلد فيلم، اوكي؟ فالبلد فيلم سي بي سي بريفرال بلد سمير بون مارو اسبيريشن، هذول 4 فحوصات ضروري جدا في كل البلد ديس اوردر نعملهم حتى نعرف which of the blood disorder this patient have، هل هو انيميا هيموفيليا whatever. لاحظوا في هاي الصوره اللي هي الادوات اللي بنستخدمها في البون مارو اسبيريشن، ونزلت لكم فيديو عن البون مارو اسبيريشن ند انكم ما عم بتداوموا هلا عملي حتى تفهموا علي شو اللي عم نقصد فيه. واذا بتلاحظوا هون على الاقل من الصوره انه في عنا زي تروكر اللي هو هذا الازرق اللي شايفينه فوق، المريض من نايم عاده على بطنه لانه بالعاده في منطقتين بناخذ منهم البون مارو، يا اما من الإلياك كريست اللي هي عظمة الحوض، أو مرات بنخلينا على ظهره وبناخذ من الاسترنا من عظمة القص، هذول المكانين اللي عندنا بنختار منهم. والسلايد الثاني هون مبين عنا شو هي التعليمات اللي لازم نعملها أو الانستركشنز اللي لازم نقوم فيها وقت البون مارو اسبيريشن. حطوا عند هذا السلايد مهم دائما بجيب منه سؤال. أول إشي من ضمن الانستركشن قبل ما نعمل هذا الفحص في تحضيرات لازم نعملها للمريض، من أهمها طبعا بالإضافة للكونسنت فورم، هذا باي ديفولت متعرفين أي انفيز بروسيجر لازم كونسنت فورم، بس فينا شغلات تانية إضافية اللي هي كواجوليشن ستاديز، لازم نعمل للمريض سي بي سي وبي تي وبي تي تي
بليدنج تايم حتى مرات كمان، لانه اذا كانت عاليه بمعنى المريض عنده بليدنج تندنسي ما بقدر اعمل له بون مارو اسبريشن، لانه اذا سحبت عينه من البون مارو ما راح يسكر الجرح وراح يضل ينزف لحد ما يموت. السي بي سي طبعا بكون عامله انا من قبل، اذا عامله بلاد سمير او عامله بلاد فيلم لازم يكون بالفايل لما المريض يروح يعمل بون مارو اسبريشن، لانه الفيزيشن اللي بيعمل هذا البروسيجر بس يطلع في تحت الميكروسكوب على الخلايا الدم الستيم سيلز الموجوده في البون مارو، بيرجع كمان لنتائج السي بي سي حتى يقارنها فيها تعرف شو نوع الابنورماليتي الموجوده عند المريض. من الشغلات كمان الانستراكشنز لازم نعملها للمريض، ضروري نشرح له البروسيجر. من النقاط المهمه للاسف في بعض التمريض بيضحكوا فيها على المريض وبصيروا يقولوا له انها غير مؤلمه وانها غزه صغيره وراح نخلص بسرعه، هذا الحكي مش صحيح. اول شيء البروسيجر هذا مش اقل من 20 دقيقه باخذ وقت، هاي واحد. اثنين اتس فيري 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 بينفول، يعني عند الاطفال الصغار اذا شكينا في العين مرات فيهم بهيموفيليا لوكيميا حتى انيميا، هذول ما بيضلهم ثابتين. مهم جدا من ضمن الانستركشنز هاي اصلا نحكي للمريض انه يضل ثابت ما يتحرك، لانه اذا تحرك والنيدل داخله جوا جسمه ممكن تنكسر جوا او تعمل له بليدنج. فالاطفال بالعاده لما بنعملهم هذا البروسيجر مرات نعطيهم سيديشن وانالجيسيا حتى نقدر نثبتهم ونقدر نعمل البروسيجر هذا. شغلتها كمان مهمه الفايتال ساينز قبل وبعد، مهم جدا نقارنهم مع بعض. من الانستركشنز برضو المهمه الكومبليكيشنز ننتبه لها بعد البروسيجر، مثلا انه يصير انفكشن او بليدنج مكان السرنج او النيدل، كمان محل السرنج بعد ما او النيدل بس يشيلها بنحط هيفي بانديج او جوز عليها ونخلي المريض ينام عليها على الاقل لمده 10 دقائق او حتى يعني اب تو 1 اور حتى اضمن انه عامل زي سبورت او عامل بريشر عليه حتى ما ينام. الكومن مانيفستيشن لكل انواع البلود ديس اوردر مش حتى بس الانيميا هذولا، بس لقدام شوي حتشوفوا انه كل نوع من الديس اوردر في له اعراض خاصه فيها، بس لكن خلينا نقول الكومن مانيفستيشن اللي هم الفتيك التعب العام والويكنسز والديزنس اللي ممكن يحسوا فيه، وهي كثير يعني معظم المرضى اللي بيجوا على الطوارئ بيكونوا هذا السبب اللي جابهم على الطوارئ اللي هي الدوخه والضعف العام. ممكن يصير عندهم بليدنج تندنسي او هيمرجيك تندنسي انه يصير ينزف، السرز سواء على السكن او الميوكوس ميمبرين على الماوث في اي مكان، ديسنيا بصير عندهم صعوبه بالتنفس لانه فيش اكسجين كفايه، بون بين وجوينت بين الم بالمفاصل والعظام، وبروريتس اللي هي الحكه الناتجه عن ارتباك بين مرات اذا بصير ديستركشن الريد بلاد سيلز. هلا نبلش في اول نوع من البلاد ديس اوردر هو الانيميا. هلا لو جينا عرفنا الانيميا هي lack of sufficient hemoglobin to deliver enough oxygen to tissues، يعني عندنا كميه قليله من الهيموجلوبين حتى تحمل لي عدد كافي من الاكسجين الى الخلايا. هلا في عده اسباب للانيميا حسب نوعها طبعا. في شيء كرونيك ديزيزز، يعني مثلا مرضى الرينال فيلير دائما عندهم انيميا على طول بصيروا انيميا، ليش؟ لانه حكيناها قبل شوي واحد من اهم الاسباب اللي بتؤدي للبرودكشن للريد بلاد سيلز هو هرمون الاريثروبايتين، وقلت لكم انه الاريثروبايتين موجود في الكدني، فلما يصير المريض عنده رينال فيلير معناته فيش عندنا خلايا تفرز اريثروبايتين، فبالتالي البرودكشن للريد بلاد سيلز بقل. من الاسباب الثانيه قله انتاج الريد بلاد سيلز او زياده الدستركشن في الريد بلاد سيلز، هذول من اهم الاسباب اللي بتؤدي للانيميا. من الاسباب الثانيه كمان البليدنج، واحد صار عنده حادث مثلا وصار ينزف بلاد لوس اكيد بده يصير عنده انيميا وينزل الاتش بي عنده. احيانا مال نيوتريشن انه سوء تغذيه ما عم بياخذ غذاء فيه يعني بشجع على انتاج ريد بلاد سيلز كفايه، خاصه هذول النباتيين يعني الفيجيتيريان اللي ما بياكلوا لحمه ولا كبده ولا حتى اوراق خضراء ولا اي شيء من مصدر حيواني، هذول ما بياكلوا طبعا بده يصير عندهم انيميا بالاخير. واخر سبب هو الهيريديتري الوراثي، في عندنا بعض انواع الانيميا زي السيكل سيل انيميا المنجلي، هذا النوع من الوراثي يعني ممكن او جي بي 6 بي دي، هذول برضه وراثيه بتنتقل مع الجينات. هلا انواع الانيميا برضه في عندنا عده انواع رح نحكي عنهم يعني ان ديتيلز هلا.
ونكملهم كمان بالمحاضرة الجاي لأنه ما رح نخلصهم كلهم هلا. في عندنا الفوليك أسيد ديفيشنسي، البي 12 ديفيشنسي، الأيرون ديفيشنسي، الأبلاستيك أنيميا، السيجل سيل أنيميا، وفي عندنا التلاسيميا، وفي عندنا الجي 6 بي دي. هلا الجلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجينيز هذا الوحيد اللي مش موجود عندكم هون لانه راح تاخذوه ان ديتيلز في ماده الاطفال، بس حاطه لكم اياه في ضمن الاساينمنت المطلوب منكم انه تكتب 1 باراجراف تقراوا فيها بس شيء بسيط عن هذا الانزيم، لانه نقص هذا الانزيم الجلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجينيز بيعمل انيميا، وهو ما يسمى بالعربي بسموه التفول اللي سمعتوا فيه، اللي هم الاطفال من اول ما ينولدوا اذا اكلوا فلافل او فول او اي شيء فيه من هاي المنتجات بتلاقي يصير عند الطول عندهم تكسر في الريد بلاد سيلز وبصير عندهم اعراض الانيميا. طبعا هاي انواع الاعراض الانيميا العامه، بيلر شحوب، فتيك، تعب عام، ديسنيا ضيق في التنفس، بالباتيشن وتاكيكارديا وهايبوتنشن، ديزينس وهيديك، لايت هيدنس حتى مرات بسموه، يعني بيجي بيقول لك حاس راسي خفيف مش حاسس فيه، سلوينج اوف ثوت يعني مسطل ما بيقدر يركز، دائما بفكروهم الناس انه هو غبي. طبعا هذه الاعراض تيجي من ايش؟ فيش اكسجين واصل للدماغ عشان هيك ما بيركز فيها بيكون منيح. من ضمن الاعراض البارستيزيا النمنم والخدران، هاي خاصه في نوع البي 12 ديفيشنسي ان شاء الله بالتفصيل. هلا كنيرسنج اسيسمنت، في النيرسنج بروسيس طبعا زي ما قلت لكم الاسيسمنت بدنا نعمل لكل شيء، لانه اي سيستم ممكن يتعرض لاعراض او يكون هو منه نكتشف شو سبب الانيميا. يعني مثلا مهم جدا الفاميلي هيستوري، لانه ممكن يكون نوع الانيميا اللي عنده هيريديتري، اذا كان من الشخص هذا الكوهوليك سموكر، اذا في عنده سكين ديس اوردر، اذا في عنده مال نيوتريشن، هاي كلها اسئله لازم ننتبه لها. حتى الستول عندهم ضروري نساله انه اذا كان ميلينا او في بلاك ستول او لا، او اذا في عنده فوميتنج هل هي كافي جراوند او انه فريش بلاد، اذا في عنده اي اعراض نيورولوجيكلي مثلا، اذا في عنده باراستيزيا او كونفيوجن، لان كلها هذه الاعراض بتدلنا انه اذا هذا المرض ولا لا. هلا كنيرسينج دايجنوسيس راح تلاحظوا انه في هناك عدد هائل من نيرسينج دايجنوسيس بنقدر نحطه بناء حسب الاعراض اللي بتكون جاي فيها المريض. عشان هيك برجع بحكي في اسئله الكيسز بتنتبهوا للسؤال، في اسئله بتكون سبيسيفيك للكيس، في اسئله بتكون بشكل عام. دائما اسئله النيرسينج دايجنوسيس it should be related to the case، حسب الكيس شو انا حاطالكم فيها اعراض بتحط انت دايجنوسيس. يعني حكيت لكم بالكيس انه والله ما بقدرش يتحرك وعنده تعب عام، بقدر احط activity intolerance او فتيك. حتى اذا قلت لكم انه مثلا هايبوتنسيف ineffective peripheral tissue perfusion مثلا، قلت لكم تاكيكارديا برضو ineffective مثلا كارديوجن، قلت لكم انه vegetarian معناته imbalance nutrition less than body requirement، قلت لكم انه مثلا مفروض انه ياخد موصوف له حديد وما عم بياخد هذا الدواء معناته non-compliance with therapy. هيك اذا لاحظوا الدياجنوسيس بنحطه حسب الاعراض او الكومبلين المريض. طبعا مهم جدا ان نمنع الكومبليكيشنز اللي بتصير من الانيميا، لانه حكينا مثلا انه المريض بصير عنده فتيك وبطل، عشان هيك حطينا امباير بالفيزيكال اكتيفيتي او اكتيفيتي انتوليرانس، فبالتالي انا بدي اعمل ليميتيشن للاكتيفيتيز تبعته حتى ما ازيد الديسنيا اللي عنده. بدي انتبه انه ما يصير فيه انجريز، لانه دائما بيكونوا هذول ديزي وبيكونوا في عندهم باراستيزيا ونمنس، فبالتالي ممكن يصير عنده انجر وهو مش لسه مش داره او حاسس فيه. فلازم يعني السيفتي هون عندهم كتير مهم سواء داخل المستشفى او لما نبلش. هلا في اول نوع من الانيميا، هلا اذا رح تلاحظوا انه في عنا اشياء مشتركه وفي عنا اشياء سبيسيفيك لنوع الانيميا اللي بنحكي عنه. هلا بالنسبه للايرون ديفيشنسي انيميا، ثلث العالم عندهم ايرون ديفيشنسي انيميا. طبعا شو السبب؟ اما الدايت الانتيك تبع يعني اكلهم ما بيكون بيحتوي على حديد كفايه، يا اما المشكله بتكون عندهم في الابسوربشن، يعني بياخذ حديد منيح في الاكل تبعه لكن عنده مشكله في الجهاز الهضمي انه ما عم بصير امتصاص في الحديده في جسمه.
ممكن يكون السبب للايرو ديفيشنسي بليدنج، انه المريض عنده بلاد لوس. في عندنا قاعده بتقول لكم 2 ام ال بلاد لوس ايكوال 1 ملي جرام ايرون. فتخيلوا انتم كل 2 سي سي بيفقدها الواحد بجسمه فقد 1 ملي جرام في الايرون. ممكن يكون ناتج من طبعا بيبتيك السر حتى. والسبب الرابع للايرون ديفيشنسي هو الهيموليسيس، بمعنى انه بيصير ديستركشن ضد بلاد سيلز، تروح الايرون والريد بلاد سيلز اللي فيها كلياته. هلا في عنا بالنسبه للكلينيكال مانيفستيشن، اذا لاحظوا انتبهوا للصورتين هذول، احفظ الصوره بتحفظ الاعراض، بقيه الاعراض كلها عامه، يعني الويكنس، السنسيتيفيتي تو كولد، البيلر، الفاتيك، هذه كلها اعراض عامه. الشيء الخاص في الايرون ديفيشنسي انيميا الكوليسايتس والشيلايتس. الكوليسايتس اللي هي الانفلاميشن اللي بيصير في الطنق اللي هي في الصوره الاولى، والشيلايتس اللي هي التشقق والتهاب الشفاه زي ما انتم شايفين بالصوره الثانيه. هلا كدايجنوستيك تيست طبعا هون بالاضافه او شيء دائما احفظوهم، حكينا السي بي سي والبلاد فيلم والبلاد سمير بون مارو اسبيريشن، لكن الاشي سبيسيفيك هون للايرون عشان اعرف انه هل هو ايرون ديفيشنسي انيميا ولا نوع ثاني، في فحصين لازم نعملهم بخصوص الايرون اللي هم سيرم فيريتين والتي اي بي سي. التي اي بي سي اللي هو محطوط انكو هيو في السلايد، توتال ايرون بايندينج كاباسيتي، هذول بيقيسوا لي نسبه الحديد الموجود في الدم واللي مخزن في الجسم. فاي نقص في هذول الاثنين على طول بنعرف انه هو ايرون ديفيشنسي انيميا. هلا اذا شكينا انه سبب البلاد لوس او سبب الانيميا عنده انه في جي اي بليدنج، ممكن نطلب اندوسكوبي او كولونوسكوبي عشان نشوف بليدنج. ها هلا التريتمنت حسب مقدار النقص في الحديد، اذا كان النقص بسيط ممكن نعطيه على شكل دايت وعلى شكل تابلت، يعني ندله شو الاكل المغذي اللي فيه حديد ونعطيه حبوب الحديد. بس مهم جدا نعمل هيلث ادوكيشن عن حبوب الحديد انها بتعمل كونستيبيشن وانها بتعمل بلاك ستول، فضروري هذول النقطتين نحكيهم للمريض. عشان هيك نقول له دائما بس تاخذ هذه الحبه انه تشرب مي كتير، تتحرك كتير، تاخد فواكه كتير حتى ما يصير عندك امساك. ونقطة كتير مهمة، كل الأدوية جماعة اللي رح نحكيها في كل أنواع الأنيميا مهم جدا الاستمرار عليها، ومثلا الحديد بالذات ما بيصير له ريبليسمنت بيوم ويومين، يعني بده من شهرين لثلاث أشهر حتى يرجع لوضعه الطبيعي. فمهم نحكي للمريض إنه حتى لو حسيت إنه الأعراض خفت عندك ضروري تستمر في الدواء لحد ما يكون كتب لك الطبيب. ونقطة كتير مهمة دائما بنعطيها هيلث إدوكيشن لهذول المرضى، بنقولهم يكثروا من فيتامين سي. ليش؟ لأنه الفيتامين سي بيساعد على امتصاص الحديد، وخصوصا للناس اللي بيكون عندهم المشكلة في الامتصاص وليس في الانتاج، يعني ممكن يكون عم بياخذوا حديد لكنه لا ما عم بيمتص بشكل كامل. فبنقولهم كثروا من أخذ فيتامين سي اللي هو بالحمضيات وإلى آخره حتى يصير امتصاص كويس. هلا إذا كان عندنا نقص كتير شديد في الحديد بالعادة لا نعطيهم من الحديد على شكل انجكشن، إما اي ام او اي في، وإذا كان اي في عادة هذول بنعملهم هوسبيتاليزيشن، يعني بدخل المريض على الطوارئ بياخذ البوتل اوف اي في زي البلد ترانسفيوجن على فكرة، واحتمالية الرياكشن زيها زي البلد. فهذول بدخل المستشفى لكم من ساعة على الديكيس مثلا أو على في الطوارئ، بياخذ وحدة الايرون وبس يخلصها وما نتأكد انه ما سروحه. كنيرسينج مانجمنت طبعا مهم جدا انه نعمل اول شيء اسسمنت على الكارديوفاسكولار. زي ما قلت لكم هذول المرضى بالعاده بيعانوا من هايبوتنشن وتاكيكارديا وبالبيتيشن، بيكون عندهم ديسبنيا، فمهم برضو اني انتبه على التشيست اكزامينيشن. الفايتال ساينز مهمه، ساينز اوف بليدنج مهمه، الهيلث اديكيشن الدايت والريست والايرون سبلمنت كثير مهم. ولاحظوا هاي حطها لكم اياها بالاحمر تحت انه الثيرابي لازم تستمر من شهرين لثلاثه حتى يرجع الهيموجلوبين لوضعه جود ريبليسمنت للايرون. هلا هون حطها لكم شو هم الاطعمه اللي فيها الحديد حتى نقدر نشرح للمرضى وشو نقول لهم شو هي. ما تركزوا دائما على اللحمه والكبده وهي الشغلات لانه انتم عارفين هاي غاليه وانتم اكثر شيء بتداوموا في مستشفى البشير، فمعظم الفئة من الناس اللي عم تدخل هذا المستشفى بتكون الحالة الاقتصادية لهم ليست عالية، فيفضل ندلهم على مثلا الأطعمة اللي فيها حديد لكنها ليست غالية مثل الأوراق الخضراء، الأسماك، الدواجن، كمان الفواكه إلى آخره. فهذه برضو بعيد على رفع الحديد.
هلا في عنا نوع من الانيميا اسمه الميجالوبلاستيك انيميا. شو معنى ميجالو؟ ميجالو يعني ضخم، وبلاستيك معناها خلية. فميجالوبلاستيك انيميا اللي هي الانيميا اللي تتصف فيها خلية الدم الحمراء بكبر حجمها. هلا حتقولوا لي طب لارج ريد بلاد سيلز اتس جود، يعني كويس انه الريد بلاد سيلز عندهم كبيرة، معناته راح يتحمل الاكسجين اكثر. لا، العكس صحيح. كيف البالون كل ما نفخته اكثر شو بصير فيه؟ بنفجر. نفس الشيء هاي الريد بلاد سيلز للاسف لانه حجمها كبير ما بتعيش 120 يوم كامليات، فبتلاقيها فراجايل يعني هشه، بتنفجر، بصير لها دستروينج، وكل مكونات الريد بلاد سيلز اللي هم الحديد والبيلروبين كله بصير بيفيع بالجسم. في عندنا نوعين بصير بيعملوا لنا او هذا الشكل من الميجالوبلاستيك، اما بيكون جاي من نقص الكوبالامين اللي هو البي 12 او نقص الفوليك، نشوف كل واحده فيهم. اول واحد الكوبالامين او البي 12، طبعا هاي يمكن 99 و9 بالعشره من سكان الاردن عندهم بي 12 ديفيشنسي او ما يسمى بالبرنيشيس انيميا، فقر الدم الخبيث، اذا بتتذكروا حكينا عنها لما حكينا عن البيبتيك ألسر، وقلنا في عنا اشي في الاستومك اسمه الانترنسيك فاكتور الاي اف، قلت لكم هذا وقتها ضروري لامتصاص البي 12 في الامعاء، بدونه ما بنمتص البي 12 فبصير عندنا ديفيشنسي فيه. او قلت لكم بتذكروا كمان الناس اللي كنا بنعمل لهم قص معده، قلت لكم هذول بصير يعانوا من البرد ومن البرنيشيس انيميا لانه بتروح جزء المعده اللي فيه الانترنسيك فاكتور اللي بيساعد على امتصاص البي 12 عندهم. الناس اللي بياخذوا الاتش 2 بلاكرز اللي هم الرانيتيدين والفامودار بشكل كرونيك او على اللونج تيرم، يعني بصير صار الحمد لله زي ملبس عنا ناخذه على الطالع وعلى النازل ولفتره طويله، وجدوا انه هاي الاتش 2 بلاكرز تعمل اتروفي في الميوكس ميمبرين في الاستومك اللي بيفرز الانترنسيك فاكتور، فبصير عندهم بي 12 ديفيشنسي. بالاضافه للناس اللي بصير عندهم بكون عندهم مال نيوتريشن، يعني سوء تغذيه، ما عم بياخذوا غذاء كافي فيه بي 12، وفي منها اسباب هيريديتري يعني انها وراثيه. المانيفستيشن برضو في عنا اعراض عامه، انا عم بركز لكم على الاعراض السبيسيفيك لهذا النوع من الانيميا. مثلا البي 12 المميز له اكثر شيء انتبهوا له النيرفس سيستم مانيفستيشن اللي هم البارستيزيا او النمنس اللي هو الخدران او النمنمه، وممكن حتى يصير عندهم ديمنشيا تخيلوا مبكر. فاغلب التاثيرات البي 12 على الدياجنوستيك تيست بيبين في البلد فيلم اللي هو بيبين لنا زي ما قلت لكم قبل هيك بشكل الريد بلد سيلز وحجمها ولونها، فبيبين انه اذا كانت ميجالو بلاستيك ريد بلد سيلز فانه هذه معناته اما بي 12 او فوليك اسيد، ببين اكثر معنى عشان نعرف انه فوليك اسيد ولا بي 12 في التيست اسمه تشيلينج تيست. هلا التشيلينج تيست برضو موجود معاكم في الاساينمنت اللي نازل مع هاي المحاضره، تكتبوا لي فقره بسيطه بس عنه عشان تعرفوا بس انه هذا الفحص شو هو او كيف بنعمل. هلا التريتمنت، واحد عنده بي 12 ديفيشنسي طبعا التريتمنت بدها تكون ان نعوض له بي 12 اما بالدايت او بالتابلت او بالانجكشن. هلا الدايت حكي فاضي، يعني شو ما حكينا للمريض خذ اكل فيه بي 12 كل الاغذيه تقريبا فيها بي 12 كميات بسيطه جدا، فعشان هيك الدايت ما بينفع هون في هاي الحالات، يفضل ياخده اما على شكل تابلت او على شكل انجكشن. وفي منه انواع بتيجي باف نيزل باف، يعني انه زي بخاخات بالانف بتنعطى. هلا وفي شيء حتى بيجي سبلينجوال، يعني زي حبه تحت اللسان بنعطى، بس بدكم تنتبهوا المرضى اللي بنعطيهم اياه انجكشن اي ام لازم يكون في عضله قويه سميكه ونيدل تكون طويله حتى نوصل للعضله بشكل دايركت وفيري بينفول. ضروري تحكوا للمريض انه هو فيري بينفول بس يو هاد تو تيك ات، يعني حتى ما يصير عنده ريجكشن او انه ما يصير فيه كومبليانس انه بطل ياخذه. هلا كنيرسينج مانجمنت نيرسينج دايجنوستس وانترفنشن مع هدول البيشنت، اهم شيء لانه قلت لكم بياثر على النيرفس سيستم بيعمل كونفيوجن وبارستيزيا ونامنس والى اخره، ننتبه انه ما يصير عندهم انجري وما يصير عندهم ديمنشيا ولا يصير عندهم بين ولا يصير عندهم نون كومبليانس نيور ستاتس، يعني هون اهم شيء لمين نيرسينج مانجمنت. بالنسبة للنوع الثاني من الميجالوبلاستيك اللي قلنا هو الفوليك اسيد ديفيشنسي اللي هو ناتج عن الفوليك انه فوليك اسيد ما بيكون مخدينه بالغذاء بشكل كافي او انه ما بصير له ابسوربشن بشكل كافي. كمان لقوا انه الناس الالكوهوليك
واللي بيعملوا دياليسز مرضى الرينال فيلير واللي بياخذوا بعض انواع الدراجز بتعمل ديفيشنسي في الابسوربشن للفوليك اسيد فبصير ديفيشنسي. هلا بالنسبه للاعراض هون بالفوليك اسيد ديفيشنسي بيميزها عن البي 12 انه هون ما بياثر على النيورو، يعني ما في عندنا نيورو بروبلم، ما في عندنا كونفيوجن او نيرفسنس او نمنس او بارستيزيا او ديمنشيا او لوس اوف كونسنتريشن. هاي اعراض النيورو دائما ربطوها مع البي 12 وموجوده في الايرون ديفيشنسي انيميا كمان على فكره. هون معظمها التريتمنت بتتركز على ان اما بنعطيهم فوليك اسيد او انه بنقول لهم ياخذوه في الدايت. يعني هون لو اخذوا من الدايت اتس جود، بس يفضل انه ياخذها كمان سبلمنت كبسول. الدايت شو الاكل اللي عاده فيه فوليك اسيد اللي هم مثل الفاصوليا الحمراء، الفطر المشروم، الكبده، نباتات الخان الى اخره. هلا اخر نوع من الانيميا اللي رح نحكي في هاي المحاضره اسمه الانيميا اوف كرونيك ديزيز. تذكروا حكيت في اول المحاضره انه احد اسباب الانيميا انه بعض الامراض المزمنه ممكن تؤدي ل decrease في البرودكشن اوف ريد بلاد سيلز او انها ايرلي destruction اوف ريد بلاد سيلز، فبالتالي بيصير عندهم يعني نقص في الريد بلاد سيلز وبالتالي بيصير عندهم الانيميا. وعاده هذول الريد بلاد سيلز ما بتعيش ال 120 كاملين، ال 120 يوم كاملين. من اهم الامراض هذه حكيت لكم الرينال فيلير، نضيف عليها مرضى الليفر سيروسز او الهيباتايتس، لمرضى الكانسر، مرضى اللي بنعمل لهم سبلينوميالي. هلا ليش اللي بنشال السبلين عندهم؟ يعني سبلينوميالي بصير عندهم برضو انيميا. معروف السبلين بسموه مقبره الريد بلاد سيلز، فبالتالي لما ينشال الريد بلاد سيلز او ينشال السبلين من هذول الناس بصير ايرلي ديستركشن للريد بلاد سيلز، فبصير عندهم انيميا. فعشان هيك مهم جدا اي مريض نتيجه اي حادث او الى اخره بنضطر يصير في انجري للسبلين نعمل لهم سبلينوكتومي طبعا، او بيكون عندهم سبلينوميجالي فبالتالي بنشيلهم اياه، انه يضل يشيك على الريد بلاد سيلز كاونت باستمرار. يعطيكم